ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا, 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 جدا. من قلب هذا المطبخ؟ من معاه الاستاذه اردا وهي بتاكل المزيكا. عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يوم مختلف, يوم غريب, يوم اي حاجه جديد. اي حاجه ويوم عجيب ويوم اول مره نعمله في حياتنا, واكننا ما طلعناش لايف قبل لايف ايه ما طلعناش فيديو من المطبخ كده. هي الفكره مش كده, الفكره ان هي مركزه مع المزيكا. طبيعي اردا جاب لها موز. بصوا هي مبسوطه ان هي النهارده. ربنا طعمه وحش. عايز اقول لك على حاجه, النهارده انا نصور واحنا بنعمل لكم ايه كده. اتصورت المطبخ, صينيه المطبخ. ايه صينيه المطبخ دي يعني؟ اسمعي ايه ده؟ بصوا بقى يا حلوين, بصوا بقى يا حلوين كده, احنا النهارده هنعمل الغدا مع بعضينا, فقلنا نشرككم الغدا اللي احنا هنعمله. ده اول حاجه. تاني حاجه, زي ما اتعودنا كل فيديو ان احنا بنطلع كومنتاتكم الايه القمر اللي زي دي كده 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 كده. ايوه تمام. فانتوا الفيديو اللي فات طبعا انا عملت لكم الوصفه بتاعت الزيوت وعجبتكم, بحبكم جدا بسبب الوصفه الجميله اللي احنا عملناها, واللي انتوا شجعتونا في لايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم جميله, وكلكم قلتوا لي انا السوم عامل لنا الوصفه اللي بتنزل البطن. انت ازاي برده جسمك مليان ومفيش بطن؟ فانا هعمل لكم الوصفه دي برده في الفيديو, بس في اخر الفيديو بعد ما نعمل الايه الغداء بتاعنا القمر الجميل. وقبل اي حاجه ما ننساش نشترك في القناه وتفعل الجرس وندوس لايك, لايك عشان اللايك والكومنت الجميل. اللايك ده بيفرق معانا, اللايك ده بيفرق معانا كتير. فيلا نبتدي. يلا بينا. جبت الفراخ؟ جبت الفراخ. جبت البطاطس؟ جبت البطاطس. طب ما تعمل بقى الاكل. يلا بينا. بقول لك ايه, ما تحضر انت بقى الطماطم. حاضر. طلع الطماطم كده اغسلها. تمام. والفلفل الرومي وكده. رجعنا لكم تاني يا جماعه في طريقه تخليل البتنجان. أيوة. الطريقه اللي انا هقول لكم كلهم بيتخلل ازاي. بنجيب بتنجان اسود زي ما انتم شايفين كده صغير, ولازم يكون انا اللي منقيه, ما ينفعش اي حد يكون منقيه, لان البتنجان الاسود زي ما انتم شايفين كده ليه طقوس. انت بتسكت بقى. شفتوا مين الشيف فينا؟ شفتوا بتتعور يعني. انا عايز اقول لكم بتتعور بدون ان هي تعمل اي حاجه من الحاجات دي. طب انت هتقعد تتكلم كتير؟ عايز اعمل ايه طيب؟ طلع الطماطم. عايز هروح اطلع الطماطم والفلفل الرومي على ما انا اقدر. امال انت هتعملي ايه؟ نخرط البطاطس. اهو زي ما انتم شايفين كده, بيقول لك الراجل ما بيعرفش يطبخ. اشتغل يا جماعه. احنا رجاله, اكتبوا لها في الكومنتات ان احنا رجاله بنعمل كل حاجه. عايز كم تعال تمضمها الارض عليك عشان ما نتقولش. ما قلتلهمش برضه على التخليل. التخليل؟ خلي ما احنا موجودين في الفيديو مع بعض, هقول لكم التخليل بيتخلي ازاي. كم 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 10 10. الله, شايفين يا جماعه؟ هقول لكم على ايه حاجه كده, البنات اللي ما بتعرفش تعمل البتنجان المخلل بيطلع دايما معاها نايم. ايه بقى السر؟ السر الزيت سخن اهو, اول ما هنزل بالبتنجان هوطي النوم. لازم اسيب النار واطيه لغايه ما اجي ادوس عليها الاقيه هو خلاص طري, بس كده ده السر. بصوا بقى هنعمل صينيه البطاطس بقى دلوقتي. ايه هنقطع لها ايه؟ بصلتين كبار حلوين كده كده, على حسب التقطيع اللي انت عايزاه. عايزاه باين البصل اقطعيه كده, مش عايزاه اقطعيه حاجات صغيره. وانا غسلت الطماطم زي ما انتم شايفين كده, والفلفل والحركات يعني عمل اللي ما يعملش. وغسلت لها البطاطس. بصوا البطاطس, بصوا الغسيل, بصوا بيبرق ازاي. بص طرنشات. لا جدع جدع. لا لا طرنشات. طرنشات جوانح. جوانح. وقطعنا برضو ايه فلفل رومي. تمام. عايزه تحطي فلفل حراق حطي. تمام. وهقطع برضو الطماطم دي كده ايه طرنشات, بس هحطها من فوق من الوش, والباقي دولت هنضربهم, يعني هنضربهم هنعصرهم. ودي تقطيعه البطاطس. ايوه اللي انا بقطعها. اللي هو مين حضرتك؟ اللي هو انا. وانا بصوا يا جماعه انا غسلت هناك الفراخ, مستنيها بس ان انا الميه تسخن وهسقطها. على فكره انا مش ظاهر في الفيديو عشان انا اللي بصور, المفروض ان انا ليا دور في الموضوع ده, دور كبير جدا جدا جدا. هصورك وانت بتعمل الفراخ. ايوه على فكره انا في دور هناك انا بعمله وعملته والله العظيم, بس كده عشان ما تقوليش ان انا مش موجود. ده انا موجود وربنا, بس انا اللي بصور. عايز ايه؟ قولي قولي اعترفي. هجيبها مش مشكله. دلوقتي هيقولوا ايه؟ ازاي الراجل واقف مع مراته في المطبخ بيعمل الاكل؟ انا بحب اقف مع مراتي اعمل الاكل. عادي يا شباب. هنا ده هنسلق الفراخ. طبعا الطبق ده العملاق ده عشان تاخدوا بقى ايه شوربه فراخ اخر من الاخر, تعملوا شويه ملوخيه جامدين. ده كرفس, ده كرفس, دي طماطم, ده جزر, ده بصل. يا لهوي. وده برتقانايه, شريحه برتقان. تمام. وده لورا, مرقتين ماجي, فلفل اسود حب. خلاص. ايه تاني؟ شويه كركم وشويه ملح. اكتر من كده مش عايز. اهو وطماطمايه. انا قلت طماطم؟ قلت طماطمايه. عايش. سيبها بقى تغلي وننزل بالفراخ. وبعدين نعمل صينيه البطاطس. هنا ايه؟ هننزل ايه؟ بالبصل والفلفل. تمام؟ هنحط دول كده على ده.
بعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. هنا معانا ورق لورا وماجي وكركم وفلفل اسود وكمون وشويه بهارات، تمام. ولو في عندك شويه قرفه حطي عشان بتودي البطاطس في حته ايه اخرى. واحنا ما حطيناش قرفه ليه؟ ايه؟ انا حاسه ان انا محتاجه شويه فلفل اسود تاني. اكيد. روحي يا تعالي يلا. ايوه بعد اذنك فرصتك. أيوة. نزلي الفراخ في المويه. بص بقى في المويه. ايوه بصوا بقى يا جماعه. يلا نمسك الفرخيه من هنا. ايوه بالظبط. لا مغسوله قشطه كده. ايه رايك؟ تشوفوا؟ لا عايش. بصوا هننزلها بالراحه. ايوه لازم بالراحه. لازم ليه بالرحمه؟ عشان ما تطرطش عليك. ماشي. او عليك؟ ما خفت تجرح مشاعرها ولا حاجه. بص يا جماعه بالظبط. ايوه عايش. ايوه كده بسم الله. شكرا. يقول ما شاء الله. وبدل ما وصلت لهنا في الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وتسيب لي كومنت. الشوربه يا خراشي. الشوربه في حته ثانيه. لا عايش. واللي عايز تركيبه الشوربه دي يسيب لي في اول كومنت. عايش يا ابو كحت. الكحتاني في المطبخ. ايه المشكله؟ ايوه. اهو. يبقى قلل الشوربه شويه لو سمحت. بس كفايه عليك كده. ننزل بقى بالطماطم. انا خدت ايه معلقه صغننه من الثوم الخلطه دي. خلاص ننزل بقى ايه بالطماطم ايه؟ المضروبه في الخلاط كده. اهو. اللي انا ضاربها. مش كتير. ونقلب بقى كده وننزل بالايه؟ بالبطاطس. ننزل بقى ايه بالبطاطس كده. الله على المنظر. الله على المنظر وعلى الريحه يا شباب. لا بصوا على المنظر والريحه. بصوا الناحيه الثانيه. يعني الاثنين في حته في القلب. ايوه بجد الاثنين في القلب. في الجنب. يلا وكده زي ما انتم شايفين. ادينا بس ايه صدمه الفراخ المسلوقه كده. كده ايه بقى ننزل بقى ايه نزين بقى. بس التزيين الجميل ده. بصوا بقى كده جامده. بصوا الروعه. هتروح فين بقى دي يا نسمه؟ هنحطها على البوتاجاز تاخد ثلاث ارباع سوا وبعد كده الربع الثاني هنحطها ايه في الفرن. في الفرن صح كده. نبدا نخلي الباذنجان بقى. الله على الجمال. الله 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 الله. بصوا يا جماعه في القلب الحته دي في القلب. ايوه احنا في الملوخيه قدامكم اهو عشان الناس اللي ايه يعني عندها عقبه في موضوع الملوخيه الايه المتلجه اهو. كيس عادي اهو تمام. واحطهم على البوتاجاز كده. نعمل الملوخيه مع بعض. بس منظر الشوربه عالمي. هنا اسكتوا قليلا. ولا في زفر اللي بيطلع في الحروف والكلام دوت عشان ايه المواضيع مخدومه في ايه بطلاقه. بص بقى ناخد كده وايه وناخد شوربه. وناخد لنا مثلا بتاع ايه أربع كبشات مثلا على الكيس عشان برضو أنا مش عايزاها تخف قوي. وبرضو إحنا إيه عينينا بتقيم. ها؟ إحنا كده حطينا الملوخية على النار هتبدأ إيه تفور. هننزل بوحدة ماجي تمام. وهننزل يا لهوي هننزل بشوية من اسمه إيه الكربوناتو تمام. يعني نص معلقة صغيرة ونقلب تمام. أنا بحب السوم كده تمام. أهو الناس اللي مش عارفه الملوخيه بتتعامل مع الملوخيه المتلجه اهي. اقلب كده. بصوا بقى حلوين هنا. ده ثوم على ايه كزبره. خلاص الله على الريحه. انا عاملاه بشويه زيت. عايزه تحطي سمنه حطي بس انا عايزاها خفيفه يعني ان شاء الله. الله على الريحه. انا النهارده عامله الاكل كله كده ايه بدون سمنه. الله على الريحه. هسيبك انت. ايه الجمال ده. هنا اسكتوا قليلا احتراما وتقديرا. لا ده كبير. على الفرن اوعى تحت بقى ايه ياخدك تحت. تعالى لي خش بالسلو موشن بتاعك يا باشا. بسم الله. المرحلة اللي ايه؟ النط والفط اللي كلنا ما بنحبهاش. ايوه ايوه استر اللي بتستر. انا هعمل كده بسرعه. لا استنى لفغطك كبير. نعمل صدادة. ايوه ادينا ادي ناخد واحدة تانية. طب بالنسبة للأولانية اللي بتغرق طب جوه؟
اقفل يا معلم. يلا يا جبانة. يا جبانة. في المواضيع اللي زي كده اوكي. من داخل الفرن. دي بقى وهي ايه؟ لسه من داخل الفرن. قبل التسوية. اه على الجمال. هنا اسكت قليلا. نعمل بقى ايه؟ الرز والشعرية يا ولاد. حطينا كلهم من السمنة ولا زيت؟ ايه؟ زيت. يلا انا النهارده عاملة كله بالزيت. النهارده كل الأكل معمول بالزيت يا جماعة. الشعرية كده نسيبها ايه؟ تحمر. ما تحمر ايه؟ لو ما نضيفلهاش اي حاجه زيت والشعريه بس لازم تحمر. بس الله عليا الله عليا الله عليا. بس حاجه في الله عليا. شفتوا بقى يا جماعه انا بحب اضيف. ضيف يا ولد. احنا غسلنا الرز ايه وصفيناه. نبدا بقى ايه ننزل. دي مش هتتفوت. هنعمل بيها الرز. لو الرز هيتاكل في وقته اعمليه بالشوربه. حاسه ان الرز مش هيتاكل في وقته ده اعمليه بميه عادي. تمام؟ الله على المنظر. اهو. الشوربه دي هتخلي طعم الرز في حته اخرى. تعالوا بقى تعالوا. شايف الرز يا ابني؟ بس زي ما قلت لكم لو الرز هيتاكل في نفس اليوم يتعمل بالشوربه. مش هيتاكل في نفس اليوم يبقى اعمليه بميه بلاش شوربه. خلاص؟ يلا. والله هو لو انتوا بصيتوا زي ما انتوا شايفين كده جمال يعني هو هيتاكل لوحده. هات الكاميرا اهو. اهو يا قلبي. هنا في عظمه. هنا في عظمه. ده لقيت نص رز بره. لا والله. طب ما جعدت وانا ايه الجديد يعني. هنا في حته ثانيه كمان. اديك شويه ملوخيه بقى. يلا بسم الله. الله عليك. قول الله. الله عليك. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ حاجة عظمة. صمام ده بنتي حطت ايديها هنا صح؟ حاجة عظمة. هنفخك. خليكي معايا انا بس. ايه؟ كده تمام؟ ايه رأيكم؟ لا لا والله حاجة عظمة. بجد والله. والله. ايه حلوين الوصفة بتاعت نزول الكرش اللي كلكم طلبتوها مني، احنا طبعا عملنا الفيديو اللي فات وصفة بتاعت الزيوت الشعر اللي أنا بستعملها لشعري، تمام؟ وطبعا لقيت كومنتات كتير يعني هسوم عايزين وصفة نزول ايه؟ الكرش، تمام؟ فايه؟ الوصفة احنا هنجيب كوباية كده أهو وشاي الأسود بتاعنا اللي هو العادي وهناخد منه معلقة صغيرة كده. يعني اهو الكوبايه اهي وهناخد معلقه صغيره من الشاي الاسود العادي بتاعنا خلاص وهنجيب ميه مغليه اهو انا ما حطيتش سكر ما حطيتش اي حاجه وايه وهنفضي في الكوبايه كده وهنتركه لغايه ايه ما يبقى فاتر هننزل بنص ليمونه هننزل عليه بنص ليمونه خلاص لو احنا عندنا مشكله في المعده لو احنا عندنا مشكله في المعده او قرحه في المعده هنجيب من الصيدليه نقط فيتامين سي هنحط على الكوبايه دي 10 نقط مش حلو يا محمد 10؟ لا 10 حلو جدا تمام يبقى ايه اللي عنده مشكله او قرحه في المعده هيجيب نقط فيتامين سي من الصيدليه ويحط 10 نقط على الكوبايه دي خلاص بس المهم ان الميه تبقى بارده عشان المفعول بتاع الليمون عشان ده فيتامين سي هيروح خلاص كده ونشربه بعد الاكل بعد الاكل بساعتين كم مره يا نسومه مرتين مش ثلاثه مرتين مش ثلاثه بعد الاكل بساعتين بلاش تجويد يا جماعه اه مره بعد الغداء ومره بعد العشاء بساعتين خلاص كده يا حلوين يا رب تكونوا ايه وصفاتنا السومه بتعجبكم واللي عايز اي حاجه تاني هيكتب لي في الكومنت واستنوا وصفه تانيه جديده يلا باي.